يعني شقاوه الولاد بقى، يعني ابتدى يعني يهتم باللعب اكتر. هحكي لك حكايه وفاء افتكرتها دلوقتي. بالنسبه للطبع، انا قريب كنت قاعد معاهم بنتفرج على التلفزيون، فديدو جاي بيوريني العربيات، هو بيحب العربيات قوي قوي، فهو عمال بيوريني بقى وهي قاعده بالظبط يعني. اه بالظبط، وزي شريف بيوريني العربيه دي معرفش ايه ونوع ايه وفي منها ايه ودي سرعتها ايه وبتاع، ومليكه قاعده بيني وبينه بتتفرج عليا. فبقول لها يا مليكه انت عاجبك بتحب العربيات يا مليكه؟ قالت لي لا عادي ما تفرقش معايا. فراح بصله كده قال له انت لو انت كنت بتهتم بمذاكرتك زي ما بتهتم بالعربيات كده كنت هتبقى اشطر من كده بكتير. كنت هاكلها كنت هاكلها الدماغ. يعني قاعده مركزه وملاحظه انه هو مهتم بالعربيات اكتر من مذاكرته. دماغ مامتها طبعا. الله يرحمها.